شوفيه فادي، شوفيه كابوس. خير ان شاء الله كابوس، مزعج كتير. شفت بالحلم خليل كان هون وقواصني. ما تخاف حبيبي، ان شاء الله ما رح يعرف يوصلنا. اني خايف نور. بلا خايف، وهيدا الحلم من ورا الخوف اللي انت حاسس فيه. ما رح يقدر يعمل معنا شيء. خياك مجرم، خياك قادر على كل شيء. ما رح خليه يأذيكي ابدا. ايه خليل، قلي شو سبب الموعد؟ انت بتعرف منيح شو بدي مني كريم. وحياتك ما بعرف وين يمر. اكيد ما بتعرفي ولا ما بدك تحكي قدامي؟ وليش ما بدي احكي قدامك خليل؟ بدي اياك تخلي عيونك على ربيع وعلى بيك، لانه اكيد نور رح تتصل فيهم. بس نور لهلأ ما اتصلت بحدا. انت كيف عرفتي؟ لانه البابا لهلأ ما طلع برات البيت. طيب انا رح اجي معك وقول انه هن لهلأ ما بيعرفوا هي وين، بس اكيد رح تتصل وتقلهم. والمطلوب؟ مطلوب انه بدي عيونك تضل مفتحة، اذا عرفت شي تخبريني. رح اعطيك اياها من الاخر، انا ما بعمل شي ببلاش، يعني ما بعمل حسنات، كل شي له ثمن عندي. يعني حضرتك بتأكدي على الكلام اللي قاله خليل؟ اي نعم، كلام خليل مزبوط. والمجوهرات اللي أخدوها قديش قيمتها؟ كتير غالية، كل عقود وأساور ألماز. طيب ست نهلة، أنا ما بقى عندي أي سؤال، صار فيك تمشي إذا بدك. طيب وهلأ شو رح يصير؟ هلأ رح نحاول نلاقي فادي حتى نحقق معه ونشوف إذا فعلاً هو اللي أخذ هالمجوهرات، وإذا ثبتت عليه رح نحطه بالحبس. اللي عم بيصير معي هيك معقول كون حبلة؟ ميتلاني عم فكر فيه مزبوط، شو رح يصير فيه؟ مصيبة وحيد الله مصيبة. في شي نور؟ صار معك شي؟ لا ما في شي، شوية تعب مش أكتر. شو شوية تعب؟ وجهك مبين مش طبيعي. صدقني ما في شي، بس هيك أنا حاسة حالي شوية تعبانة. بدنا نبلش نخبي على بعض من أول الطريق نور؟ ما في شي حتى خبي عليك، بعدين انت بتعرف ان اول مرة شفتك فيها ما قدرت خبي عنك شي. صدقتك. طيب قوم انام ارتاح. بعدني واعية فادي، بدك هنا ارجع نام. طيب حبيبي مال اللي بيريحك. يا ماما حبيبي تقول قلبي، شو اشتقت لك تقول قلبي. تعال خلي شطة منك. كيفك؟ شو كيف كنت اشتقنا لكم؟ نحن بالأكثر يا قلبي. انت تعال غوطة يلا يلا.
جوعان؟ لا تاكل؟ اكلت ماني جوعان. خيي لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اشتقت لي. وحياة الله البيت كان فاضي بليك. شو عروس؟ كيفك؟ وينه العريس؟ كريم بالبيت عند مرت عمي، تعبانة شوي. ليش خير بهالشي؟ لا شوية تعب ما في شي مهم. خالد وينه؟ شو ليش سكتوا؟ شو ماما؟ وينه خالد؟ وشي يعني؟ لك حدا يحكي. خالد تجوز. تجوز؟ ولك كيف تجوز؟ أمتين؟ مين تجوز؟ أخذ سمر راحوا خطيفة. طيب وأنا ليه ما حدا قال لي؟ شو سفر على الشمال أنا؟ نبيل ما بقى تصرخ على أمك، هي ما كانت حابة تقول لك تما تضايقك. مش حكي هيدا، مش حكي، أنا كان لازم أعرف بكل الأحوال. بعرف حبيبي بعرف، بس هيدا اللي صار. وينه هلا؟ وينه هلا؟ ما حدا بيعرف عنه شيء. جربنا ندق له كذا مرة، خطه مسكر. ايه ومفيد شو كانت ردة فعله؟ مفيد طار عقله مثل المجنون صار. فكر انه انا واختك ساعدناه بهالشيء. يا الله شو هالمصايب اللي عم تجي كلها مع بعض. عكلن يا ماما، بعدين نرجع لقصة خالد. بدي اعرف انا هيدا الزلم اللي اجا امبارح عم يبرم مع مرته، شو قصته؟ عامل تليفون برجع بخبرك. الو بابا، في حدا حدك؟ وين انت نور؟ في حدا حدك؟ انا لوحدي، انت وين؟ انا مع فادي عند ناس قواتي، رح ضل معه لحتى تشوف شو بدنا نعمل. اجا خليل لهون وكان مثل المجنون. كنت اكيد انه رح يروح لعندك. بس ما صار شيء، ما تخافي. بدي اياك تحفظ الرقم بعقلك او تقيده شي محل، وقعد خلي ريما تشوفه، المهم انك تمحيه عن التليفون. فزعاني منها؟ ايه اكيد، ما بقى استبعد شي منها. والله معك حق. انا رح ضل احكي معك، اذا صار معك شي او بدك شي احكيني. كل يوم اتصلي فيي وطمنيني عنك حبيبتي. ما تعتل همي بابا، انا منيحه. ديري بالك على حالك. انت كمان.